السلام عليكم. ده الجزء الثاني لفيديو الكمامات، والجزء الاول في الرابط اسفل الفيديو، ويلا نشوف الفيديو. ما في موضة الأم وبنتها في البيجامات وفي كل حاجة، الأمر الواقع خلى في موضة الماسك أم وبنتها زي ما انتم شايفين كده أهو. نورة موسى في الماسك تلبسيه وتخرجي بيه خلاص. تنصي تمام. نشوف بقى الموديل التاني، أنا ورموسة برضو. ممكن تعملوا الموديل اللي يعجبكم، سهلين حلوين، ولازم تحطي الفلتر جوه. طبعا لازم تحطي فيه فلتر، وانت قبل ما تلبسيه تحطي فيه منديل زي ما قلت لك، وايبس، تحطي القطن الباد ده، تحطي اي حاجه عشان تحميكي وتبقى فلتر في النفس. الموديل اللي عملتهم دول بقى للولاد او البنات اللي عايزين بقى اللي يعملوا كده ويحطوا عليهم بقى الاشكال اللي هم حابينها. يا ريت تساعدوني نوصل ل 200 سبسكرايب، وكل سنه وانتم طيبين، منسوش لايك والشير. الموديل التاني هنعمل ايه في الموديل التاني؟ الموديل التاني لو عندك قماش، ما عندكيش قماش، اوضه مطبخ. اوكي، اوضه المطبخ انا كنت عامله الماسك منها اللي فات، هنعمل منها الماسك قدامكم دلوقتي تاني. هنعمل ايه فيه؟ عندي 3 مقاسات اطباق، هنعمل فيهم ايه الـ3 مقاسات؟ اول مقاس ده مقاس 20 سنتي، دايرته القطر بتاعها 20 سنتي. 20 سنتي متر دول بيعمل ماسك الاطفال اللي هو ده. اوكي، تاني مقاس عندي مقاس الايه الولاد، ده تاني مقاس ليهم، ده مقاس القطر بتاعه 23. اوكي، ده تاني مقاس. تالت مقاس اللي هو المقاس بقى بتاع الكبار، المقاس بتاعنا ده مقاس 25. نشوف بقى هنعملهم ازاي. يلا، اول حاجة ظهر الفوطة هنحط عليه الطبق. اوكي، وبعدين هنبدأ نرسم القطر بتاع الطبق كده. اوكي، رسمنا قطر الطبق، هنبدأ بقى نقصه وارجع لكم. خلصت الدايرة، هنعمل ايه؟ هنتنيها كده. اوكي، وهنقصها وهنتنيها كده. احنا تنيناها نص، وبعدين تنيناها الربع زي البيتزا، كأنك بتقطعي زي البيتزا. وهنمسك هنقصها من هنا، هنقصها كده. بقى عندنا 4 أرباع، هنحط دي على وشها كده، ودي وفي وشها الناحية التانية عشان يبقى الوش في الوش كده. وهنعمل دول كده برضو. اوكي، دي على وشها، ودي وشها الناحية التانية. وهنبدأ نخيطها من هنا ومن هنا. اوكي، هنبدأ نخيط من هنا.
في كده، خيطنا الاثنين اهي. هنعمل واحدة كده هنخيط الاطراف بتاعتها كلها كده، وهنيجي عند الطرف ده وهنسيبه عشان نعرف نقلبها على وشها منه. اوكي، دايما نبدا من هنا من خط الوسط علشان ما تلفش مننا، مش بعد ما نخلص نلاقيها لفت مننا، فدايما نبدا بخط الوسط. وهنبدأ نقلبه الناحية التانية. غرزة من الاتجاه ده وغرزة من الاتجاه ده بالطول، هنقفلها ونكون مدخلينها لجوه الأطراف. كده الماسك اتقفل. هنبدأ نعمل ايه؟ ممكن نعمله كده كده، يبقى ده الجزء اللي فوق نخيطه فيه، نثبته فيها او نلزقه، بيبقى شكله حلو جدا. هنجيب الطرف ده وهندخله جوه كده، وهي غرزة واحدة فيه. عندنا الاستك، استك اهو، هدخله في الناحية التانية. انا عايزة الماسك اللي هو حوالين الاشارب عشان اعرف البسه، لان يبقى صعب البسه واقلعه مع الاشارب. اللي حابب بيقص من هنا وبيربط عادي جدا. اوكي، واخده على مقاس الدماغ. طبعا هنحط الفلتر كالعادة اهو، ده الجزء اللي فوق. بكده ده الجزء التاني، واربط من هنا، وهاخد طبعا الاستك على قد اللي انا عايزاه وهقص الباقي. اعملي فيه الشكل اللي يعجبك. اوكي، هنيجي نعمل الشكل التالت. السيركل قوي تبان علشان
تظهر لي وانا بقص، انا متلخبطش حاجه. اوكي هنقصها. وبعد ما قصينا الدايره هنقسمها بالنص كده وهنقصها نصين. وبعد ما قصيتها هنحطهم على بعض ونخيط من هنا، وهنسيب 5 سنتي من هنا بس، 5 سنتي هنسيبه من هنا علشان نقلبل على الوش التاني ونعمل منها الفرق. من هنا كده وبعدين من هنا نعمل كده، من كده هنقلب كده وهنبدأ نقفل أطراف من هنا ومن هنا. كده خلصنا الماسك، نقلبه بكده الماسك هنكمل. هنحط الفلتر مقفول كويس ومريح. وبكده خلصت الماسكات، سهلة، جربوها، افضل من انك تشتري الجاهز والولاد هتحب تلبسه.